пятницу утром по европейскому времени. Естественно, потом в субботу-воскресенье есть проблемы у команд. Ну, давайте смотреть. Во-первых, у нас Хосе Мария Санчес Мартинес сегодня главный арбитр. И от него очень многое зависит. Реал при его судействе выиграл первую классику новой эры. То есть эры без Месси, без Рафа. Команды, которая сейчас вот защищается, передача в штрафную, ну, придумывайте ему и партнерам, да, если они будут у него свободную зону искать. Отлично, он на одной позиции вот так четко не играет. Но Альба, кстати, вот Ансу Фати-то играет в центре поля, а Депай здесь нарушает правила против него. Тони Кросс еще... Обязательно это против любой системы. И опять Лукас Васкес, кстати. يلعب الكورة يمتخلصونها عن طريق وسط ميدانها من قوي فينيسيوس عم يتعتراد برشا صعيبة برشا عودهاله مش ممكن تسلل الوضع ضد فينيسيوس جونيور الكوم دي باي خطيرة جول مش ممكن يا ديست الامريكي مش ممكن برا لعب باسكيت البرسا المتعود بألاف المباريات الكبرى ريوت لبرشلونة كرة الشوط الأول للبرسا وتواجد كورتوا الطويل يمسك الكرة بثبات لأن أوسكار يعاني وسيعاني أكثر مش بدلها له بالرأس ولا أروع من الدفاع فمش تسلل يارب كرة كريم بنزيما ممتاز الرابعة قد تقول فيها أمسح مات على أنا يمشي الكرة عن طريق فرانك ديونج التسديدة رودريجو يوصلها لليسار على طريق دافيد ألابا كرة من دافيد ألابا جول يعني ولد على مرتدة ولد في ركن اسمه كونتراتاك الطلياتي ملوك المرتدات تلعب مع الريال من أسرع الفرق في وعشاقه الريال لم يهزم برشلونة في 20 من القرن الماضي اللي ينجح فيها الريال في الفوز هجمة مرتدة نموذجية بالرأس جول مش ممكن على تعادل يضيع يا بيكي يا جيرار في كلاسيكو مدريدي والهدف نمساوي والعرضية وميليتاو ملعوبة عرضية صعبة للريال سيضرب يضرب وكورة ركنية الريال ثلاثة باسات ثلاثة طلعات يلقاها كومان يخطف الكاستينج ويغلق في التشكيل من لابا دافيد قطع النظر لمسة يد اعتبرها الحياة ترجع الكرة الخطيرة والثنايات في خطأ على بنزيما في رأيي في فاول حكم اعطى ادفانتج ولكن هي مسبوقة بخطأ اوسكار عادش يشوط ولكن حلوة عرضية بابا فن مش ممكن فيها فنان مش ممكن على كرة تعادل عصام هكذا أسدل الستار على النصف الأول من وبتغيير الشوط الثاني في البدايات من المدرب رونالد كومان ومنفيس ديباي المحاولة الأولى خطيرة وكوتينو رائعة كوتينو الباس لمنفيس التغطية من دافيد ألابا هناك هدف ثاني جاي لمحالة سوفاتي سوفاتي حلوة منفيس ديباي هذه هي خطيرة وفرصة قريبة للتعادل كوتينو شعل النار داخل الفترة وتعود الثانية مع خطورة متواصلة ضغط وحا ألبا والتوزيع خطيرة والحارس يتصدى لكرة عن طريق خطيرة للرودريجو رودريجو لوكاس واسكيز بنزيما في دور الدفاع يتعدى من كان عاش لسنوات في يضرب بهكذا كرة تمشي كرة خطيرة أنسو فاتي فرانك دي ترجع الكرة للريال مدريد الوقت يا واخر 2019 في الدوري لم يخسر منه منفيس دي باي والدفاع الديك الأولى في هذا الكلاسيكو أم لا المباراة مناسبتين في كلاسيكو بارسا ريال ترجع بالراس يا ول صعود مندي شاط الكرة مندي
والحارس كل كلمة أخرى في الكورة بالاسم يجاني يا ريال يجاني يا ظهير توني كروس خطيرة والتسديدة والريال هدر الفرق هكا لو كنت مدرب ترجع الكورة خطيرة واحدة واحدة يا أنسو فيلد ملعوبة خطيرة وركنية للبرشلونة البرشلونة الريال يفتش عنهم بالسرعات الاختيار كمل رابح مرة واحدة خسر عام 1966 عام هيرست وعام الملك خلاصة خلاصة مش ممكن مش ممكن مش حلوة برشا خشينا برشا عالمية عالمية يا مدريد الريال لم يخسر من برشلونة والكرة خطيرة يلعب الكرة بالراس الكرة الثابتة سلاح ولكن الطويل ينقذ الكرة الريال يحتاج على فاول الحكم يقول ما فماش الكرة ترجع لكوتينيو كوتينيو ممكن على القائم الثاني هي وفرانك ديونج يغلط وكرة خطيرة والبرازيلي عرضي جونيور جونيور ميندي ميندي كروس كروس يحاول وبراحت الكرة جوردي هذه خطيرة ألبا ألبا والتوزيع والدفاع والملعوبة ترجع عن طريق عرضية يخرج الطويل يلعب الكرة أنسو فاتي فاتي خطيرة القاضي الآن جوردي 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 وسيبو واو يا مدريد واو الكرة الهربة العرضية الكرة حلوة بنزيما بنزيما مندي مندي بنزيما وفرصة كبيرة ضاعت على فالفيردي فقط الحظ قد يخسر أي إصرار من برشلونة هذا المساء يحاولون مش وقت رقم 10 ما تعملش ضغط وبريسيون ضغط عليك رهيب مشكل كبير ولا لاعب يحاول يشوت ولا لاعب على العين وكرة خطيرة وكوتينيو وكرة كانت للتعزة ركن الكرة يلعب الكرة كافي ناقص استنى أجوير ومسادة وسع كرة وبالراس ترجع من الأباء يعمل ديفياسيون يبدل كرة هو على طول بنزيما مشى يجري في العمق روبرتو ديست خطيرة من ديست خطيرة والحارس تيبو كورتوا ماركو أسنسيو ماركو أسنسيو الحارس خطيرة والمرمى والهدف فرني لوكاس فاسكيز أسنسيو يأتي بالحل أسنسيو يأتي بالحلول وريال العاصمة ينتقم كومانا وغيره قد لا يذهب بعيدا بهكذا الانطلاقة لعرضية عرضية وهدف أول وهدف أول من الكون أغويرو إثارة الثواني الأخيرة سيناريو الموسم الماضي في استاد ستيفانو يتكرر بنفس السكور كومان يظل الفارق والكتالوني كان يحلم بالتعادل قلت القادم على قنوات بي إن سبورتس واستوديو وتحليل